استقبل المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي أغنية مصفف الشعر اللبناني جور عاد بعاصفة من السخرية والإعجاب أحياناً. أغنية إش عندك قاعد بقلبي ما عندكم بيت أصبحت أيقونة للتندر، وانتشرت سريعاً في كافة الوسائط الاجتماعية حتى أنها اقتربت من المليون مشاهدة على يوتيوب. ومن بيروت مشتاق اشم انفاسه، هذا الصدق حبيته، في دورة حق الاحساسه. وش عندك وش عندك وش عندك قاعد بقلبك قاعد بقلبك وش عندك قاعد بقلبك. ومن بيروت انضم الينا جور عاد، اهلا بك. هذه الانتقادات لحقت بك منذ انطلاقة أعمالك الفنية السابقة، إذ أنها ليست بالجديدة. من وجهة نظر جور عاد، لماذا هذه الانتقادات؟ وش عندك وش عندك وش عندك قاعد بقلبي ما عندكم بيت. عادي، أنا بيتي بقلوب اللي كل بيحبوني، وأنا اليوم بتطلع على انتشار هالأغنية ومحبة هالأغنية. الفن شو هو؟ هو فرحة. الفنان مطلوب منه يقدم فرحة، سو أنا لما عم بقدر بقدم فرحة لقدم. بارح أول بارح كان عندي مهرجان بماريلياس، الناس كلها غنت هالأغنية وكلهم حبوها، وكل الناس بأي مكان بتواجد فيه بقدر بقدم فرحة حضني مستمر فيها. فأنا اليوم لما يكون عندي مثلا 90% ناس حابين الأغنية و10% مش حابينها، حشوف ال 90%، حغني لل 90%، وبنفس الوقت أنا أسعد ومخبرك اللحظات اللي عايشها من الفرحة. صدمة لإلي، لكل الناس، أغنية انتشرت بهالقد الانتشار، فساعتي لا توصل. نعم، لكن شخصية جو الحقيقية هي مثيرة للجدل بكل الأحوال، سواء كانت من خلال اللب، سواء كانت من خلال تصفيف شعرك. جو، ما الذي تريد إيصاله للناس غير ما ذكرت من فرح ومن أجواء هذه الأغاني؟ أنا قدمت حالي كما أنا، وفي والناس حبتني مثل ما أنا. ولازم نعرف أنه الفن، كل إنسان عنده ستايل. اليوم الطبيب عنده ستايل بيوحي لك أنه هو طبيب، المحامي نفس الشيء. أنا اليوم اللي بلبسه على المسرح ما بلبسه بأيام العادية، فأنا تياب المسرح هن جزء من شخصية الفن اللي أنا قدمتها. نحن ليه منتقبل مايكل جاكسون ولا جاستن ولا كل هول الأجانب لما يطلعوا على المسرح لما يقدموا شو منتقبلهم ومنحبهم وبيجوا على بلادنا منعملهم اللي ما بينعملوا. أنا قدمت حالي بطريقة جديدة، الفانس تعوا لي كلهم شباب صغار، قدرت أعبر عنهم بيحبوا هيدا الستيل مثل ما في ناس ما بتحب هيدا الستيل، وهيدا الشيء طبيعي ومنطقي. المهم أنا اللي عم قدمه ما بيشبه حدا، ما قلت حدا، ما عملت مثل حدا، أنا عملت شيء بيشبهني خاص فيي وإلي جمهوري وإلي فانزاتي والناس اللي بتحبني وبتحضر حفلاتي. رايح الكويت، عندي البحرين، رايح الرياض، فعند في جولة عربية، ورايح كمان لندن باريس للجارية العربية. هيدا كله لو ما في نجاح ولو ما الناس حاببتني ما كنت جميل. وصلت هالقد. جميل، سنسترسل في هذه النقطة، ولكن نعود معك إلى ما قبل العام تحديدا، وقت دخولك إلى المجال الفني. جو، من الذي دعمك من الفنانين؟ هناك من وقف معك وتم تدريبك حتى تحظى بهذه الفرصة؟ بصراحة أكثر الفنانين بداية أكيد كل يعني هيدا الشيء معروف، ملك الإحساس صديقنا وخينا وحبيب قلبي أستاذ ماجد المهندس، هو من أول أغنية نظرة منك والسلام هو اللي كانت هدية منه لألي، وكان وأنتج بالاستوديو عنده، كانت هي انطلاقتي. ومن بعدها عيب على اللي بيعمل عيب، وأنا بشهد لك لوصولا لوش عندك قاعد بقلبي، وهيدا العمل الرابع لإلي، وقريبا إن شاء الله الألبوم حينطلق. طيب، بالنسبة لوش عندك جالس في قلبي ما عندكم بيت، هي باللهجة العراقية. جو، هل ترى من نفسك أنك قد أجدت اللغة العراقية أو اللهجة العراقية عفوا؟ اولا انا مني عراقي، وان شاء الله يا رب يعني من خلال شاشتكم العظيمه بتقدم لكل الجمهور بالعراقي اللي عن جد احلى احلى كلام سمعته. وحتى الشاعر قال لي انا فخور وانت بيضت لي وجهي، اكيد ما قدرت جيب اللهجه العراقيه، لانه لو مطرب عراقي غنى اللهجه اللبنانيه حيجيبها مثل ما انا بجيب اللهجه اللبنانيه طبيعي. لكن قد ما فيي
قعدت تمرنت علي 4 شهور وجبت قد ما فيه يعني. المهم نجاح الأغنية. نحن اليوم أنا ولا أنت عم نغني أغنية عراقية ولا سعودية ولا لبنانية؟ شو بالنهاية هي أغنية لبنانية؟ الأغنية عربية. نعم طيب جو هيدا أنا طلعت يعني هل من هالناحية. نعم أنت قلت أن أغلب جمهورك من الشباب، هناك برامج شبابية يوتيوبية سخرت من هذه الأغنية وتم رصد وإيصال لك بعض من هذه الانتقادات، ما الذي يقوله جون؟ أبداً أخت أحلام، أخت أحلام، في فرق لما يكون هيدا البرنامج يسخر مني وبينما يكون في هيدا البرنامج هو برنامج ساخر. هو البرامج ساخرة، وأنا بشوف تحديدا هنن اثنين، أحمد البشير كتير لذيذ، وتحديدا يلي عمل له الانطلاقة كمان الأكبر هو تمساح. أنا بشوف أنه كان مهضوم، هو برنامجه ساخر، واكتشفت فيه حالة تمثيل. يمكن إذا شي مرة عملت كليب ابعت وراء لأنه لقيته هيك وشوها وهيدا العجقة والخفقة مهضومة. أما الانتقاد هنا بينتقدوا يعني كل البرامج الساخرة، أوباما بينتقدوا. طيب جو، شو القصة العظيمة؟ نعم جو، أنت ذكرت أنك ستقوم بإعداد حفلات مستقبلية، ما الذي سيقدمه جو لجمهوره؟ نعم أنت تملك في رصيدك بضع أغنيات، ما الذي تحضره للمستقبل؟ مظبوط. أكثر شوفي، أولا أنا عم حضر لجلسة خليجية إن شاء الله حتكون مفاجأة، حتسمعوا كتير أغاني خليجية بصوتي. نعم. من محبتي للون الخليجي واللي أنا بعتبر يعني بعتبر ابن الخليج. وعدا عن هيك أكثر المطربين والفنانين حتى الجلسات اللي منشوفون كل المطربين أكثرهم بيغنوا أغنية أو أغنيتين أو ثلاثة لألون، والبقية بيغنوا لكل الفنانين. طب هذه الجلسة رح وقفت تكون علي يعني أنا. نعم. لا جو، الجلسة لك وحدك أم هناك مشاركة من عدد من الفنانين والأبرز مجد المهندس كما ذكرت؟ بشكل سريع، هل سيشارك مجد المهندس معك في هذه الجلسة الخليجية؟ لا ما أنا لا 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 أنا ما قلت هيك، لا تقولين شيء، لا أنا ما قلت أبدا عن أنا استفسر مجد فقط المهندس. جو هي جلسة خليجية حغني حبيبة قلبي تانكيو، لا أنا حغني أغاني خليجية بجلسة خليجية. طيب كما نرى الآن في الشاشة صورة أثارت الجدل أيضا، كما أسماها البعض صورة غريبة لمصفف الشعر اللبناني جو رعد، ما قصة هذه الصورة؟ تشاهدها جو؟ أي صورة؟ هيدا بمهرجان، مهرجان أوكي، مهرجان اسمه لونها، وأنا لبست تياب استوحيتها من الحدث، لكن إذا عم بيعلقوا على صورة فهيدا معناتها نجاح. جميل، كان معنا من بيروت مهضومة. جميل، كان معنا من بيروت الفنان ومصفف الشعر جو رعد، شكرا لتواجدك معنا.